بهدف تطوير مهارات الشباب ومساعدتهم على استيفاء شروط الالتحاق بأرقى الجامعات وأفضل الوظائف. نفذت مؤسسة توكل كرمان دبلوم تأهيل الشباب لسوق العمل للطلاب الملتحقين ببرنامج قيادات من أجل المستقبل مصاحبا لدبلوم اللغة الإنجليزية المكثف. تضمن الدبلوم 6 دورات في مواضيع مختلفة: مهارات المقابلات الوظيفية وتقديم السيرة الذاتية، بناء وإدارة فريق العمل، إنشاء مشروع من الفكرة إلى الوجود، التمويل والدراسة المالية للمشروع، التسويق الرقمي للمشاريع الناشئة، التجارة الإلكترونية. كما تبدأ المؤسسة تنفيذ الدبلوم الديمقراطية وبناء السلام خلال الفترة القادمة في إطار ذات البرنامج. مؤسسة توكل كرمان، بالتعليم نصنع التنمية.